انتوا بتتوافقوا فيها مع القيادة السياسية. في قضايا تانية ممكن تكون ليك وجهة نظر أخرى، يعني مثلا البعض يتحدث عن قدر الديون اللي مصر اقترضتها خلال الفترة اللي فاتت، كيف يراقب، أنا معرفش يراقب دي كلمة صح ولا لأ، بس يعني كيف يتابع، أو لو حضرتك عايز تقول يراقب أنا موافق، حزب الوفد فكرة الاقتراض اللي ممكن تتحمله أجيال يعني قادمة. فيما يتعلق احنا مثلا كنا امام القرض خاص بالبنك الدولي، وبشهادة البنك الدولي وبشهادة المنظمات الاقتصادية العالمية اكدت ان هذا القرض الذي كان الهدف، تقصد قرض صندوق النقد، صندوق النقد اسهم بصورة واضحة ومؤثرة في أننا كنا أمام إصلاح حقيقي للاقتصاد. فيما يتعلق بالحديث عن الديون، وأنا يعني بمقتضى كوني رئيس لجنة دستور التشريع الاتفاقيات بتعرض. الاتفاقيات ليست بهذه يعني كما يحاول البعض، وده يمكن دور الإعلام الوطني، يعني إن بتسأل هذا السؤال عشان نقول للناس ونقول الحق، وكمان انه في رقابه على الحكومه، الموضوع مش مطلق، يعني رقابه، يعني رقابه كامله. بيجي الدين بيبقى لهدف محدد او لغايه او لغرض، يعني مثلا قرض عشان مشروع محدد معين بينفق على هذا المشروع. لما نيجي نستعرض، اولا الدين بيبقى فيه فتره سماح وبفوائد بتصل لواحد أو 1.5%، يعني ضئيلة، وعلى سداد على مدة طويلة. طب لما نيجي نحسب من الزاوية العقلية من المنطقية المجردة، لو مشروع الآن بهذا الدين وبعمله بعد 50 سنة هيتكلف كام، وما هي الاستفادة التي سنستفيد بها في الفترة القريبة؟ الديون اللي جابها هنا هتبقى متفاوته من مشروع لاخر، يعني ايوه ديون يعني بتبقى على سداد اجل طويله في فتره سماح بفائده صغيره جدا، بتنفق على مشروعات حيويه وضروريه بالنسبه لبناء الدوله اللي مصر ماضيه فيه. عظيم. يعني مثلا مشروع مترو انفاق في عصر عبد الناصر كان يتكلف 200 مليون جنيه، لما جيت عمل كم مليار. يعني لابد ان انظر من هذه النظره، ودي النظره اللي كان بينظر اليها المجلس بينظر على موافقه، يعني وهقول على حاجه، هذا المجلس ادى دوره وبامانه، وكان يضع مصلحه الوطن فوق اي اعتبار. واقسم بالله اللي هيحاسبنا قبل البشر، إن لم يحدث لا مشروع قانون ولا اتفاقية ولا خلافه وافقت عليها في اللجنة الدستورية والتشريعية غير ما طرحتها على ضميري قدام ربنا وقدام نفسي قبل أي حاجة تانية. وهقول على حاجة، بدون أي نوع من أنواع التداخل سواء من داخل المجلس أو من خارج المجلس، يعني عشان نقول واضحين، وعندما بكون امام حتى مشروع بحس فيه براي اخر من الممكن كنت بتنحى عن نظره. يعني ايه بحس فيه؟ يعني ممكن يعني صياغه معينه مش راضي عنها، بتنحى عنها عادي. مش فاهمها دي، يعني زي القاضي لما تتعرض عليه حاجه يحس، وايه اللي يمنع المشرع انه يتنحى؟ يعني ايه اللي يخلي مشرع يتنحى؟ يعني حضرتك قول رايك ده يعني ويمكن ما اعرفش الموضوع يمشي ازاي في اللجنه التشريعيه، بس يعني لا في لا تصويت، لا يعني يبقى في اغلبيه، لا ما في اغلبيه وتصويت وكل حاجه، انما يعني بتجد ان في مثلا نص بيتضمن مثلا عقوبه هزيله، خلاص بسيبه. قناعتك مش وهي بقى ايام ما حصلتش، يمكن غير يعني في حاجات يعني مره واحده او حاجه زي كده، يعني كم مناقشه قانون معين وكر وترحيت عنه وبهدوء، لان يعني قانون المحاماه
على وجه الخصوص. لما ترحيت ترحيت لان انا كراجل محامي حسيت في حساسيات معينه, ده الهدف الاساسي, ده حساسيه معينه وترحيت عنه. ترحيت عنه من حيث المبدا ولا قراءتك للقانون؟ لا لا, ده من حيث ان هذا القانون بتجمعني باطرافه علاقات, وزي القاضي لما بستشعر الحرج ليس مكلفا في ان يبدي اسبابا. بس وجود حضرتك كاحد كبار المحامين ورئيس اللجنه التشريعيه قد يساعد المحامين انفسهم في الحصول على اكبر مكسب تشريعي. ما اللي شافوه برضه قانونيين ومحامين يعني رئيس اللجنه بعد كده وشافوه قانونيين ومحامين, كل واحد له قناعاته ورؤيته. انا من وجهه نظري بحب اجرد نفسي باي صوره من الصور عن اي تساؤل او اي علامه استفهام. في ناس لا, انا دي طبعي ان اذا وجدت يعني بقوم بالحديث يعني الشخص لابد ان ينأب نفسه عن اي تساؤل.